هذه السنة هو كان تسخين الموتور الشعبي لا صح التعبير، وهذه السنة اللي هندخله سنة 2022 اللي هي تشهد نوع من التصعيد على مستوى جميع الجبهات، يعني ضد العدو المغربي الغازي لأرضنا، يعني على مستوى العسكري بالتأكيد وعلى مستوى الدبلوماسي، والنتائج إن شاء الله نحصدها ونقيمها كيف قيمنا سنة 2021. في بعض الدول اللي يعني تبادلت معنا السفراء أخيرا، وفيها بعض اللي هي يعني يستقبل سفراء من جديد، واللي هي يوقف موقف بعيد من الشيء اللي هم كانوا يعولوا عليه. إذا احنا كيف قلت في بداية كلامي، ما عندنا مشاكل مع جيراننا، اللي عنده مشاكل مع جيرانه ومع الناس البعيد منه هو النظام المغربي. معولين على انفسنا، معولين على الدول اللي متعاطفة معنا، عمالقة افريقيا موجودين معنا، يعني الجزائر، نيجيريا، جنوب افريقيا، كينيا، يعني هذه يعني هما الركائز البودرات كيف يقولوا اللي يبتنا عليهم اساس هذا البيت. المدن المحتلة في الحقيقة هي بحاجة لمجهود إضافي دولي، لأنه طوال الوقت يعني عندنا ما يزيد على 600 من المفقودين ما بين 75 و 80. بالتأكيد فيهم ناس اللي لازم عن معدومات لو أحياء، ولكن لحد الساعة جميع المنظمات الدولية عجزت عن يسلمون المغاربة رفات هذا الناس. يعني الأرض المحتلة مطالبة بفك الحصار عن عائلتها الخير، مطالبة بمتابعة وضع المعتقلين السياسيين. كان يعني موجود ما يزيد يعني ما يقارب 50 سجين سياسي، يعني مسجونين على سبب آرائهم السياسية، ما استخدموا العنف، ما عندهم علاقة بالإرهاب، يعني كتبوا ظاهروا رفضوا العلم الوطني، يعني مجمع انت أكاديميزي كرفاق الشهيد الولي الحافظ يعزة، مجموعة كبيرة من يعني المعتقلين السياسي. يعني فيه كثير من التضليل وكثير من الدعاية. آخر شيء مثلا الخارطة اللي راهم يطبلوا عليها ديال الجامعة العربية، ولاعات الجامعة العربية دارت شي في اتجاه الوحدة العربية، هو هذيك الخارطة اللي معروفة احنا صغار وعانى عليها، عنا خارطة زرقاء يعني فيها الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. يجوا دريكهم ويقولوا على انه اعترف بالمغرب، معترف ب يعني بوحدة الوطن العربي، يعني ما فيها اي تمييز للخارطة الصحراوية عن فلسطين ولا عن العراق نفس اللون. اذا هذا النظام الحقيقة هو يعني معتمد على دعاية يعني لا أساس لها، كذب والتضليل والتزوير والتلفيق في كل شيء حتى في التاريخ. الدولة الصحراوية كيف يعني موجود عندنا في شعار حقيقة لا رجعة فيها، وبالنسبة لنا هي عامل توازن في المنطقة. احنا نشوفه عن الصحراء انها كاملة ولازم عنها تحرر من حدودها اللي وترثت عن الاستعمار الإسباني، وموجودة ومؤشرة ومعروفة. شنو هي الدولة؟ موجودة أرض، موجود شعب، موجودة حكومة، موجود برلمان، قضاء، موجود جيش، موجودة مؤسسات بامتدادات. هذه المؤسسات موجودة، مثلا جيش تحرير شعبي موجود، يعني ولايات موجودة، دوائر موجودة تمارس فيهم الديمقراطية الحقة.